الرأسي واحد، قسمناها في كلمات إكساب تعليم الطلاب المهارات الأربع الأساسية في مقرر الصف الأول. الطلاب هم المستفيدون، طلاب الصف الأول متوسط. المهارات هي المهارات الأربع في اللغة الإنجليزية: مهارة الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة. أما بالنسبة للمدة الزمنية فهي عام دراسي كامل. وقد حدثنا المسؤول عن الهدف أو عن تنفيذ الهدف هو المعلم، ويسانده إدارة المدرسة ومكتب التعليم ممثلا لإدارة التعليم ووزارة التعليم. يا سلام. أما بالنسبة للمؤشرات فالمؤشر الأول عدد المهارات التي يتضمنها المقرر: سين واحد، داش واحد، عدد المهارات الأربع. عدد عدد المتقنين المهارة: سين واحد، داش اثنين، عدد طلاب الصف الأول المتوسط. عدد الأهداف المحققة للأحداث التدريبية: عدد الأهداف التدريبية المتضمنة في المقرر. وأما بالنسبة لعدد الحصص، طبعاً هي الورش التدريبية، فهي عدد الحصص أربع حصص كل أسبوع على مدى 16 أسبوع خلال الترم الدراسي الواحد. كان 12 مليون. عدد الوحدات التدريبية هي عدد وحدات المقابلة ما يقارب 6 وحدات لكل فصل دراسي.